السلام عليكم. انا عندي شكل وعايز اقرره على السور رسمه معينه، ممكن اعمل لها فاميلي اسرع، نيو فاميلي، وهقول له جينيريك موديل وول بيست، وبعد كده هاجي مثلا في الباك سايد وابدا ارسم الشكل بتاعي، ممكن اكستروشن بالشكل دوت، واقول له دايمنشن، وممكن ارسم بقى اي شكل داخلي هنا جوه، اقول له مثلا عايز ارسم حاجه بالشكل دوت، وممكن نديها شويه شكل كده ايه ظريف، وبعد كده ممكن ارسم مثلا شكل بيضاوي مثلا بالشكل دوت. تقدر ترسم اي حاجة بقى مميزة، ممكن مثلا شكل سداسي هنا مثلا، وتعمل له ميرور، وبعد كده هاجي هنا في الريفرنس بلان اقول له موافق، وابدا اشوف المسافة تبقى قد ايه، ممكن تخليها مثلا من هنا كده لهنا، خلي الحتة دي مثلا بالسمك دوت، اقول له لوج انتو بروجكت، ده الشكل، وتقدر تعدل فيه براحتك، تقدر بعد كده تاخده بقى كوبي بالشكل دوت، او تخلي بينه مسافات براحتك، المهم انت اي شكل هترسمه هيبدأ يتكرر معاك في الحيطة معاك.